يا هلا يا هلا بالحبايب الطيبة. بهذا اليوم الجميل عندنا مهمة ولازم تركزون وياي لأن محتاجكم بهاي المهمة. مو سهلة وجدا مهمة ولازم نخلصها كلنا مع بعض وما تطلعوا من هذا الفيديو إلى نخلص. ما أرد أوتركم بس لازم تركزون وياي. راح نسوي اليوم ملوخية يعني بيض وطماطة وهاي السوالف. يعني يريد يطلع من الفيديو عادي بكيفه بس تسوي انترو شوية قوي ما عرفت شلون. أول فقرة المسواك. المقادير، أول شيء خلينا نبلش. عندنا بيضتين هنا، خبزة، خس، اكسترا اوليف فيرجن اويل، فيرجن اكسترا اويل، اوليف جو فيرجن يعني زي زيتون، صلصه حمراء، جبن موزاريلا شرائح، جبن تشيدر شرائح، وتركي مرتديلا. مثل ما تشوفون الاكله مبينه كلش بسيطه بس بيها فكره راح تخليها مختلفه. واذا تسووها لحبيبتكم او لاهلكم او لاصدقائكم راح يقولون واو هاي من وين تعلمت. يلا نبلش بالاكله. إذن حبايب راح نبلش أول شيء بالخبزة. الشكشوكة هي معروفة بس أنا راح أسوي قالب وأحط البيضة بهذا القالب والقالب راح يكون الخبزة مالتنا. فأول شيء راح نسويه راح نقصها من النص. طبعاً هي سكينة مو مال خبز بس مشوا شوية عبروا مو مشكلة. أوبا شنو صار عندنا هسه؟ ترى فنان. راح نضيف شوية زيت زيتون أو هواية كيفكم. أوكي هواية. متحمس. معلومة سريعة على الرجال اللي يريدون يتعلمون يطبخون. أكو شيء حلو بعد الإيطاليين كمثل إنه الإيطالي يقول لك ما يحتاج تعرف تطبخ هاي الأشياء بس تعلم طبق واحد وضبطه وها هي. البيز مالتنا راح يكون توميتو صوص. فنجي نحط اوبا اوكي نغرق الطاوله بالتوميتو صوص مو بالطريقه اللي انا سويتها كاني ما شايف. نقلل شويه النار نبلش شويه ها شنو نبدا نطعم. نحط فلفل اسود شويه ملح حتى شنو الحميه تبين. سي سول طبعا اوبا لازم كله عسر يا عسر. جيبه ونجيب الخبزه ونحطها وين؟ بالطماطه. شوكت بعد مو هسه. اوكي هسه اوكي حطينا الخبزه هنا. اليوم راح اعيشكم. اليوم راح والله مكاني بهوليود مو هنا. الفقره الجايه يا حبيبي يقول لك راح نطق البيضات وين؟ بنص الخبزه. هاي البيضة الأولى وهاي البيضة الثانية. أوبا دائما ننظف وراكم. جيبة. بدون ما ننتظر هواية نجي الجبناتنا الحلوة. هسه راح نبدي ديكوريشن. ناخذ نوعين من الجبن. شلون ينفتح هذا لك راح يحترق المطبخ بسرعة. هسه ايش راح أسوي؟ راح على الجوانب مال الخبزة مالتي احط الديكورات. منا مرتديلا منا موزاريلا منا تشيدر. نطعم شوي. نبلش هاي الحركه الاولى. مرتديلا ثانيه هنا ضايه حتى ما تشعر. عشان توقع الكاميرا. يلا صوري. اوكي الفقره الجايه جبنايه هنا هنا وشوفوا بعدين شنو راح يصير. بعدين تنتظر البيضة على راحتها. البيضة مثل البنية من تطلعها رومانتك دينر. خليها على كيفها لا تستعجل. اوكي اوبا اسمع الصوت. اوه لا هي هاي اصعب فقرة بالاكلة. اوبا على السريع ما دام هي حامية خنقصها ونراويكم
واكيد ما ننسى الخس على مود شنو شوي نبرد طعم الحلق. واو واو، كنت اعرف انه شكلها راح يطلع حلو، وكنت متاكد انه الفيديو راح يطلع حلو، بس ما كنت متصور طعمها حلو.